وللمزيد والاقتراب اكثر من المشهد بينضم الينا عبر الهاتف السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجيه الاسبق. يعني سياده السفير، تعليق حضرتك على زياره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تركيا اليوم. زياره مهمه جدا ردا على زياره الرئيس رجب طيب اردوغان الى مصر قبل ذلك، وزيارات متبادله على مستوى وزراء الخارجيه ونواب وزراء الخارجيه، وهي تعتبر بكل المقاييس نجاح للسياسه الخارجيه المصريه التي حافظت على العلاقه مع تركيا، وهي دوله شقيقه وعزيزه علينا، ولدينا كثير من المصريين يعتزون باصولهم التركيه، كثير من العائلات التركيه تعتز باصولها المصريه. اذا هو خلطه من التاريخ جمعت الشعبين دائما. ولهذا فان مصر حتى عندما قررت ان تصعد ازاء التصرفات التركيه والادعاء باننا جزء من الامبراطوريه العثمانيه، فاننا لم نقطع العلاقات وانما اكتفينا باستدعاء السفير وقلنا اننا حريصون على العلاقات المصريه التركيه بحكم انها دوله شقيقه نعتز بها. وبالتالي الحمد لله اننا نجحنا، وهذا نجاح للسياسه الخارجيه المصريه الهادئه ان نستعيد هذه العلاقات، ثم نواصل من هذه النقطه الى استعاده ما كنا قد توقفنا عنه. اريد ان اذكر حضرتك والساده المشاهدين اننا انشانا مجموعه اسمها مجموعه الدول الناميه الثمانيه D8 قبل هذا التوتر، وهي تضم مصر وباكستان وتركيا واندونيسيا وماليزيا بغرض انشاء تجمع اسلامي اقتصادي صناعي بالذات يركز على الصناعات المتبادله، بحكم ان لدينا صناعات حققنا فيها جميعا تقدما ملموسا، مثل السيارات، مثل النسيج، مثل الصناعات الخدميه الى اخر هذا البند. وبالتالي اتصور ان الرئيس بالطبع وهو يعني يشكر انه اعاد الينا في الدبلوماسيه سلاح دبلوماسية الرئاسة، وهو ما شاء الله ما من يوم ينقضي إلا وهو إما مستقبل لأقرانه أو يزور بلدان عزيزة علينا أو يتصل تليفونيا بأقرانه من مختلف رؤساء الدول. كل هذا يجعل القاهرة دائما مركز حيوي لإقرار السلام وتبادل الآراء، وكل هذا من أجل التقدم والسلام والتنمية. سيادة السفير، ماذا لنا أن نتوقع بعد هذه الزيارة، خاصة في زيارة سابقة متبادلة ما بين الرئيس التركي هنا في القاهرة؟ بإذن الله أتوقع أن تعيد العلاقات نفس المستوى، بل ننطلق من هنا إلى المزيد والمزيد من العلاقات الاقتصادية والتجارية، بل والاجتماعية والثقافية، لأن أيضا لدينا تبادل ثقافي محترم مع تركيا نعتز به. وأتصور أن تركيا ستعتبر مصر نقطة انطلاق اقتصادية تأكيد، خصوصا في منطقة قناة السويس التي ندعو فيها كل شركائنا من البلدان المختلفة لكي يأتوا ويستثمروا في هذه المنطقة، لأنها نقطة مهمة جدا للانطلاق بالتجارة، لأنها تتوسط العالم أجمع، ومن هناك يمكن بدء صناعات وتبادل حقيقي للمصالح والمنافع. نعم، إذن هي نقطة انطلاق مهمة نعمل منها الكثير إن شاء الله. سيادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، شكرا جزيلا لك.